مهمة كبيرة، كل شيء أصبح جاهز من أجل مباراة ممتعة هذا اليوم. أي أجواء في مباراة اليوم، أي حضور جماهيري كبير. نأمل أن نشاهد مباراة ممتعة، بالذات أنه الطقس اليوم رائع والسماء صافية. كل شيء أصبح جاهز، جو كورة يا جماعة ومباراة منتظرة يا جماعة. هذه هي متعة كرة القدم، الأجواء المشتعلة في المدرجات. كل شخص يتمنى أن يكون من بين هؤلاء المشجعين، أن يكون جزء من هذا الجنون. أين أنتم؟ لماذا لم تحضروا لتعيشوا هذه الأجواء؟ شيء غير عادي يا جماعة. ها هي البداية إذن. غازري، كرة في المرمى، جول. توضح هذه اللعبة مدى براءته. يحاول لعب الكرة بالرأس، كرة كانت قريبة جدا على اعتاب المرمى تقريبا، ولكنها في الأخير ضاعت. يحاول أن يلعب كرة بينية، انطلاقة رائعة سريعة جدا. يمكنهم الانطلاقة في هجمة مرتدة. تحكم مذهل بالكرة، يسدد الكرة، صاروخية رائعة، هدف عالمي. إنها لحظة من لحظات الإبداع والإمتاع في عالم المستديرة. هدف لا يمكن أن تنوم فيه حارس المرمى اللي لم ينجح في رؤية الكرة. كرة لا تمر من فوق حائط اللاعبين. ها هي التسديدة، الكرة الخطيرة، لمسة بينية، مرت الكرة، يلعبها ببراعة. تسديدة من اصطدمت الكرة في العارضة. يستعيد الكرة مرة أخرى، فرصة للتسديد مرة أخرى. حارس كبير يثبت أنه حارس كألف. إبداع كبير من حارس المرمى في مباراة اليوم. لاحظ معي ردود أفعاله، لاحظ معي تحركاته، تألقه، ثباته، شخصيته في هذا اللقاء. الحكم يعلن نهاية الشوط الأول. كل ما نشاهد الآن في شوط واحد، يا إلهي على هذا الأداء، على هذا التألق، على هذه السيطرة، على الهدفين. وستبدأ الآن أحداث الشوط الثاني من المباراة.
يسيطر على الكرة. الكرة تبعد بفضل تصدي المدافع. يا عيني على التمريرة، شوف الكرة وروعتها، فاتت ومرت وصلت إليه ويعود بالكرة إلى لعبة جميلة. يجرب التسديد مرة أخرى، واللاعب والحكم الثاني يقول تسلل. يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. لا، يحاول أن يسدد الكرة من هنا. أي تألق، أي تصدي، أي حارس مرمى. تسديدة رائعة لكن التصدي كان أروع من حارس المرمى. ردة فعل في منتهى الروعة بصراحة. هدف ولا أروع، هدف ثمين بالتأكيد. لم يكن من الممكن إيقافه. الآن يسعى ليلعب كرة داخل منطقة الجزاء. والتسديد. تسديدة في اتجاه المرمى. يحتسب الحكم ركلة حرة. ضغط قوي وينجح في استعادتها. وانتهى، انتهى، انتهى المشوار. مباراة كبيرة مثيرة جدا، حسمها في الأخير الفريق الأفضل. هل تعرف ماذا يعني أن تشاهد مباراة لا تحب؟